واقف كده ليه؟ في ايه؟ انا واقف ساعتك بقالي 5 دقايق وانت مش حاسس بيا خالص. معلش اصلي مشغول شويه. اقعد يا حسن. حسن انا حاجه تكسف؟ يعني انا اب زباله؟ العفو يا باشا. يعني انا لو كنت ابوك كنت هتبقى مبسوط؟ يا نهار ابيض، هو انا طول ما يمكن عشان انت زباله يا حسن. حسن انا عايز اعمل حاجه ثقافيه تتناسب لي انا. اشر بس. انا عايز مثلا ابقى مثقف، عارف يعني ايه؟ شاعر، اكتب قصص وروايات ومقالات في الجرايد والحاجات اللي قلبين دماغنا بيها دي. الحلزونة والحلزون اتقابلوا في خرم الحزون، الحلزونة جوه متاهة، والحلزون لما استناها هربت وقعت جوه البير، السما بتمطر مسالير، الحلزون مكبوت وأسير، الحلزونة انتحرت فجأة، والحلزون خبطته عربية عدت في ميدان التحرير. معقولي أسمعكم آخر قصيدة كتبتها وهي من الشعر الحر؟ هقول كل حاجة، هقول كل حاجة، هغني وهوهو، همأمأ وصوصو، هنهق ونونو، لكن في النهاية بحب السنونو، بحب السنونو، بحب السنونو. والسنونو وادي الحلزونة، يبقوا كله على بعضه 35 قصيدة، هندفع فيهم 500 جنيه، قلت إيه يا شاعر؟ لا عايزينك تكرمنا، أنت كده بتربي سمول. أبيع نفسي لأول مشتري آتي، أبيع مقهوراً حبيباتي وكلماتي. حلوة أوي أبيع نفسي دي، ناخدها وإديله 50 جنيه. فليسقط الشعر ولتنهار أبياتي، الشعر شعري والمأساة مأساتي. حلوة أوي برضه فليسقط الشعر دي. احنا ناخدهم الاثنين شروا 75 جنيه ورجع له الحلزون. احنا مش عندنا سنونة؟ عندنا يا باشا. راضي يا عم؟ ان الرضا في القلب. معروف، مش هنقعد هنا بقى طول الليل. رجع بقى الحلزونة وحساب السحرة بعد. الكتاب طلع من المطبعة يا باشا، طباعة زي الفل، هتلاقي كمان في الظهر نبذة مختصرة كده عن تاريخك وأعمالك. أعمل إيه؟ المصانع والشركات. احنا بقى نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيرة عشان ياخد الضجة بتاعته وبعدين ننزل السوق. لا، احنا نعمل الكتاب ده بروباجندا كبيره عشان ياخد الضجه بتاعته وما ننزلوش السوق. ليه حضرتك؟ حد هيشتري كلام الفارغ ده يا حسن؟ وبعدين ولادي لو قروا الكلام ده هتبقى مصيبه، العيال دي بتفهم. الحلزونه جوه؟ موجوده ساعتك. طيب اشتري كل النسخه يا حسن. حاضر ساعتك. دي في حاجه؟ هو في مشكله كده ساعتك. لجنه القيم بتاعت مجلس الشعب بعت انذار لسيادتك. ليه؟ عشان سعادتك من ساعة ما بقيت نائب في مجلس الشعب وانت ما بتحضرش ولا جلسة، الناس بتوع الدايرة ما بيشوفوش سعادتك في الجلسات فبعتوا يشتكوا. والناس بتوع الدايرة عرفوا ازاي لو ما بحضرش جلسات مجلس الشعب؟ حضرتك الجلسات دي بتتنقل في التلفزيون على الهوا، فريت يعني تحضر ولو جلسة. لا ما انا ممكن احضر وما اطلعش برضه في التلفزيون. الاستاذ ممدوح نصر. مين؟ الاستاذ ممدوح نصر مخرج التلفزيون اللي بين جلسات مجلس الشعب، قاعد في مكتبي بره شارب شاب الياسمين وكيفه قوي يا باشا. سيد الرئيس، لقد بلغ الفساد مبلغا لا يمكن السكوت عنه. ان القطارات التي يذهب ضحاياها بالالاف كل يوم لهو اكثر دليل على مدى الاهمال والتردي الذي وصلت اليه الامه. هناك حاله من العبث. ايوه حسن، شايفني في التلفزيون؟ ده انت منور الدنيا كلها يا مرجان بايه؟ محدش طالع في المجلس غير سعادتك. بدله حلوه؟ هايله، بس سعادتك لو تجيب الكرافطة كده شويه. كده كويس يا حسن؟ قمر، هو سعادتك مش هتتكلم؟ لا هتكلم طبعا. العضو مرجان احمد مرجان. سيد الرئيس، حضرات الاعضاء الموقرين، أنا بس عايز أرد على الأخ اللي بيتكلم على القطارات اللي بتتحرق وبتخبط في بعض. لا بقى، لازم كمان نتكلم على الحاجات الإيجابية. من 4 أيام في قطر طلع من الجيزة وصل العياط زي الفل، ما حصلش أي حاجة، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياة حلوة للي يركبها. الله، وإحنا نقعد بقى نمسك في القطارات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟ لا يا جماعة لا. نيجي لرغيف العيش،
اللي عمال يقول لك ده فيه مسامير، واللي يقول لك ده فيه ازاز، واللي يقول لك ده طعمه مش عارف ايه. طب انا النهارده بقى وانا جاي لمجلسكم الموقر عديت على فرن، فرن بلدي عادي خالص، جبت رغيف عيش. انا بس هوريكم عشان حضراتكم تتاكدوا بنفسيكم. رغيف عيش اهو بشلن بخمسة قروش زي الفل. ده بسكويت يا جماعه مش عيش. اتفضلوا يا حاجه دوقي دوقي يا حاجه دوقي يا معلم دوق 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 ما يهمكش. هو ايه المشكله في ايه؟ الواد اللي بيشتري العيش ومودّيه لامه بياكله قبل ما يروح بيتهم، امه تساله لا مليان مسامير ومليان ازاز. يا جماعه هي دي المشكله. الاخوه الاعضاء الايام دي ماسكين لنا في الجرايد ان مياه الصرف الصحي دخلت على مياه الشرب. دي مناعه، بتدي مناعه للمواطن المصري. وانت مش ساعات بتدي مصر للبني ادم عشان لا يصاب بهذا المرض؟ ده بيدينا مناعه يا اخوانا. الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. امال هو بيقول لك اللي بيشرب من ماء النيل لازم يرجع تاني ليه؟ الخواجات بييجوا ياخدوا مناعه من عندنا. انت بتقولوا ايه؟ وبعدين مياه الصرف الصحي جايه منين؟ مش جايه من الشعب المصري؟ ورايحه للشعب المصري. نيجي بقى للاخوه اللي بيتكلموا على التجاوزات اللي بتحصل في اقسام البوليس. انا هقول لكم على حاجه حصلت معايا انا شخصيا. احد العمال اللي عندي قفشوه في لجنه ودوه القسم. بعد يومين ثلاثه قلت اروح اخرج الولد، رحت له القسم لقيتهم شايلينه من على الارض شيل وعاملين له تورته وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وكل القسم عمال يغني هابي بيرثدي تو يو. انت بتقولوا ايه يا جماعه؟ لا 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 كلام فاضي. نيجي بقى للاعلام. الناس بتهاجم التلفزيون دلوقتي. يا اخوانا في طفره كبيره حصلت في الاعلام المصري وفي التلفزيون. الخبر دلوقتي بينزل قبل ما بيحصل باربع ايام. اشاعات ماليه البلد عن انفلونزا الطيور، دي اشاعات مغرضه. انا جايب لحضراتكم نموذج لفرخه شمرد زي الفل من مزارعنا الوطنيه عشان ما حدش يتكلم. فرخه هي بس مجهده شويه، انما الفرخه قدام حضراتكم اهي زي الفل. معالي الوزير والله هو كله قطر هيولع يقعد يعملوا لك دوشه. ما تخصخصوا وتريحوا نفسيكم. انا عندي مشروع هايل يريحكم البلاوي دي كلها. سكك حديد مرجان، انا هدفع للدوله مبلغ محترم واشتري السكه الحديد، وتسيبونا بقى احنا والقطارات نخبط في بعض. عظيم، احنا بندرس ده فعلا فعلا. شكرا يا مرجان بيه. شكرا يا فندم. ميرسي، مع السلامه. انا بشكرك يا مرجان بيه. على ايه يا فندم؟ يا خبر ابيض والله ابن حلال. بالمناسبة دي أنا بهدي لسيادتك الكتاب ده. كتاب إيه؟ ده ديوان شعري من تأليفي اسمه أبيع نفسي. أبيع نفسي؟ العنوان حلو، عنوان صادم. هقراه وأقول لك رأيي. عن إذنك. مع السلامة يا فندم. جائزة المجلس الأعلى للشعر والأدب، أحسن شاعر في مصر. فاز بالجائزة الشاعر مرجان أحمد مرجان عن ديوانه أبيع نفسي. أيها السادة، إن ديوان أبيع نفسي لهو تجربة حياتية مريرة، إنها عصارة الأمل وأي أمل. إن أبيع نفسي لهو رصد للمتغيرات داخل الإنسان المصري، بل ليس الإنسان المصري فقط، ولكنه رصد للمتغيرات للإنسان العربي. وبهذه المناسبة
أهدي هذه الجائزة.